إذا أرسل أبوك لأمك مقطع في الجوال حاورهم، أضحك، علق. أنت تشوف السامج، هم يشوفونه يضحك، زمانه مختلف عن زماننا، ويحسبونك ما شفت المقطع، ما عندهم خبرة مثلنا، ما يعرفون إنك شفت المقطع إلا بعد ما تعلق. ليش ما تعلق؟ لو صاحبك ولا واحد تحبه على طول علقت، لكن أبوك أمك ما عندي وش أقول؟ أرسل لي موعظة وش أقول له؟ قل جزاك الله خير، أرسل حتى لو ترسل له فيس، والله ما أدري عن شعورهم وسعادتهم لما يشوفون تعليقك. خلك مع أبوك وأمك دائما، شاركهم لا في الجوال ولا حتى في أرض الواقع، ترى هذا من البر ومن الإحسان، بشر بالخير وبشر بالسعد اللي يرسل والدينه. حي والله عينه.